أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة البيولوجي للعام الدراسي 2021. كنا درسنا المرة اللي فاتت أو الحلقة السابقة عملية الترانسبورت في البلان، وعرفنا يعني إيه ترانسبورت، وعرفنا إزاي بتتم أو خدنا إزاي بتتم عملية الترانسبورت من الروت للليفز، وقلنا الكلام ده بيتم عن طريق الزيلم. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض دراسه ترانسبورت اوف مانيفاكتشرد فود اللي بتحدث جوه الليف عن طريق عمليه الفود سينسز، نوزعها لكل اجزاء النبات. زي ما قلنا في الحلقه السابقه ان بالنسبه للووتر يبقى زيلم، بالنسبه للمانيفاكتشرد فود يبقى فلويم. فلويم انت عارف انه بينقل منين لفين؟ قال لنا بينقل من الليف يوصل لكل اجزاء النبات، سواء هذا النبات الاجزاء دي فلاورز روتس، اي جزء في النبات محتاج فود بياخده عن طريق الفلويم. طيب هتقول لي الفلويم شكله ايه؟ خدناه السنه اللي فاتت. كان ايه يعني؟ كان تقريبا زي ما انتم عارفينه بيتكون من ماسوره كبيره قوي، كنا سميناها السيف تيوبس. بس السيف تيوبس دي كان فيها مشكله، لو انتم متذكرين معايا من السنه اللي فاتت، ان الماسوره دي التيوب دي كانت من جوه ما فيهاش نيوكليس، ما فيهاش نيوكليس. ليه؟ علشان تعمل ادابتيشن فانكشن بتاعتها. طيب لو ما فيهاش نيوكليس المفروض السيل دي او التيوب دي تموت. لا، لكن دي ليفينج غير الزايلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق جنبها خليه جميله قوي بتساعدها في هذا القيام بالعمليه الفايتال بروسيس بتاعتها، اسمها كومبانيون سيل. كومبانيون سيل دي اللي هي الخليه المرافقه او المجاوره دي، عشان تعمل ايه؟ قال لنا علشان تديها الانرجي اللي محتاجاها عشان تعمل عمليه الايه؟ الترانسبورت اللي هي محتاجاها. طب جوه السيل ممكن نلاقي سيتوبلازم، او ممكن تلاقي سيتوبلازم عادي جدا في شكل سرنس، ممكن نلاقي اي تركيب تانية، ممكن يعني ممكن نلاقي بس المعظم بتبقى السيل متحوره الى سيتوبلازميك سترينز. كمان اللي هو الجدر ما بين سيل والسيل الثانيه مش بتتلاشى كامله، لا، دي بتبقى بيرفريتد. يعني ايه بيرفريتد؟ يعني مثقبه، علشان السيتوبلازم يمر من السيل يروح للسيل اللي بعدها، ومن السيل اللي بعدها للسيل اللي بعدها، وهكذا، عشان يقدر ينقل عمليه او ينقل الفود عندنا. يبقى اذا الفلويم بيتكون من السيف تيوبس، وكمان بيتكون من حاجه اسمها الكومبانيون سيل والفلويم بارينكيما. طيب لما جينا نجي بالشكل زي ما انت شايف كده اهو، جميل جدا الشكل اللي قدامك ده، يبقى في سيل فوق، في سيل تحتها، في سيل تحتها، في جدار ما بين السيل دي والسيل دي، في ثقوب. هذه الثقوب مالها؟ ايه لازمتها؟ عشان تخلي السيتوبلازم سترينس بتتحرك من سيل لسيل تانية. هو طبعا مش تتحرك من سيل لسيل، في عندي حاجه اسمها البلازموديزماتا، بس هي خلي حركه الفود او السبستنس عندي في هذا الدايركشن، وممكن تتحرك للدايركشن التاني زي ما احنا شايفين. يبقى الترانسفير وول هنا مش متلاشي زي اللي موجود في السيفتي في الزيلم فيزلز، لا، دي بورفريتد. بس في عندنا الكومبانيون سيل اللي هي معموله باللون الازرق دي، اللي هي عندها نيوكليوس وعندها ميتوكوندريا، بتدي السيف تيوب اتس الريكويرمنت اوف انرجي تو كاري اوت السفايتال بروسيس ان ترانسبورت. ده بالنسبه للشكل اللي عندي بالنسبه للفلاي. اهو برضه نعيدها تاني، الجزء اللي عندك في الستراكشر زي ما انت شايفه، ادي الكومبانيون سيل، وادي اللي احنا قلنا عليها مين؟ السيف تيوبس اللي موجوده دي، اسمها البرفريتد وول او بنسميها سيف بليتس، والنيوكليس الموجوده عندي اللي موجوده في الكومبانيون عشان تدي الفانكشن او الانرجي اللي محتاجاها بالنسبه لنا. ركز معايا، سيتوبلازميك سترينز اكستندز فروم تيوب تو اي انذر، السترينز هنا السيتوبلازم تمتد من تيوب عشان تروح للتيوب الثانيه. طيب فيها نيوكليس؟ اتفقنا لا ما فيهاش نيوكليس، لكن عندها نيوكليس يمين الكومبانيون سيل. ده بالنسبه لنا
هذا الجزء اللي انت لازم تعرفه عن السيف تيوب. طيب كده خدنا ايه هو المطلوب مننا عملية النقل، لان الووتر يبقى زيلم، هننقل فود يبقى فلويم، واخدنا الشكل ده والشكل ده والتركيب بتاعنا. عايزين نعرف الميكانيزم بتاعت عملية الترانسبورت، سواء بالنسبة للووتر او الساب من الروت للليف، او للفود من الليف تو اذر بارتس اوف بلانتس. في فاكتورز معينه زي ما خدنا قبل كده في الابزوربشن بتاعه الووتر، في فاكتورز معينه كانت بتساعد، لو انتم فاكرين الديفيوجن، البرمابيليتي، الاسموزس، الامبيبيشنز، كل ده خدناه. النهارده هنتكلم عن فاكتور بتساعد ريسبونس اوف ريسنت اوف ذا سيل انسايد زايلم بيست. هناخد برضو اربع حاجات اساسيه، حاجة اسمها الروت بريشر، حاجة هنتكلم عن اسمها الامبيبيشن، حاجة اسمها الكابلاريتي، واخر حاجة هنتكلم عنها اللي هي ترانسبيريشن بول كوهيسيف اند ادهيسيف ثيري. يبقى كل دي فاكتورز بتأثر او سيريز بتفسر ازاي بيتم النبات بيقدر يعمل ايه، يرفع الووتر من الروت يوصلها للليف. لو احنا اخدنا عملية الروت بريشر، هو ايه الروت بريشر ده اصلا؟ ضغط الجذر. طب هو الجذر له ضغط؟ طبعا له بريشر، له بريشر معين. البريشر ده جاي ازاي وبنعرفه ازاي؟ بتعرفه لما بسيادتك بتقطع البلانت ستيم نير تو ذا سويل سيرفيس. لما نقطع نبات قريب من سطح الارض هتلاقي في بعض المواد بتخرج من اللي بتقول لي لونها ابيض، دي اللزجه دي، دي ساب، دي عصارة موجودة عندي تخرج. العصارة دي أو عملية خروج المية أو المواد اللي موجودة عندك في الستيم لما يتقطع قريب من السويل سيرف بيسموها عملية الإكزوديشن. إكزوديشن أو عملية البليدنج، كأن النبات بي 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 بينزف. أنت قطعت طلعت منه السوائل بتاعته، كأن أنت اتجرحت وطلعت دم. فده اسمها اكزيديشن. ايه السبب الاكزيديشن اللي عندك؟ السبب اكزيديشن ان في الروت عمال يضغط من تحت بيطلع العصاره لفوق، كان في ماسوره فيها ميه وانت قطعتها، فاكيد اللي هيحصل ايه؟ هتخرج منها النافوره عندك. لكن لو الماسوره دي ملهاش ضغط، مفيش موتور شغال، وبالتالي ما الميه مش طالعه عندك، يبقى مهما حتى كسرت الماسوره مش هتطلع لك ميه. ففي ضغط تحت في الروت، الضغط ده هو اللي بيرفع الميه لاعلى، وده نتيجه طبعا انت عارف اوزموتيك بريشر، نتيجه دخول الميه عن طريق الاسموز بتضغط بشكل معين على الووتر بتطلعه لاعلى. ده الاوزموتيك بريشر اللي بيتكون نتيجه كونتينوس ابزوربشن اوف ووتر فروم سويل باي اسموزس. طيب لو احنا كان ضغط الميه بيتساوى مع الضغط الجوي اللي عندك، او ضغط عمود الميه بيساوي مع الضغط اللي بره، هيؤدي لايه؟ هيؤدي الى ستوب للووتر اللي هو اوتسايتنج فروم او اكسيديشن من الهواء الروت. يبقى الووتر بيقف ما بيش بيطلع لو تساوى مستوى او ضغط عمود الميه مع الضغط الايه، الجذر اللي عندك او الضغط الجوي. لكن قال لنا ان خلي بالك يا مستر، بالنسبه للروت بريشر مش بيتعدى 2 اتموسفير، او بمعنى اصح ان الروت بريشر مش هو الاساس في صعود العصاره. ليه؟ عشان في اسباب لهذا الموضوع. السبب الاول ان عندنا في الماكسيم روت بريشر ما يزيدش عن 2 اتموسفير، وبالتالي مش هطلع العصاره لفوق قوي، لا ده هو يعني شويه كده متر متر وحاجه بالنسبه لك، وبالتالي مش هينفع النظريه دي تفسر الاس بتاع الساب في التريس اللي موجود عندك. اتنين بالنسبه لنا، وده ضغط اهو بيبين ان الروت بريشر مهما ما يزيدش عن حد معين عندنا. الجزء الثاني اللي هو بعض البلانتس ما عندهاش الكونفرس، ما عندهاش روت بريشر اصلا، وبالتالي ما ينفعش نقول الروت بريشر دي اساسيه في صعود العصاره. ثلاثة بالنسبة لنا ان الروت بريشر افكتد كويكلي باي اكسترنال فاكتورز. زي ايه الاكسترنال فاكتور؟ زي التمبريتشر، زي الهواء البريشر، اي حاجة عندنا بتأثر على الروت بريشر. يبقى اذا الروت بريشر ما يعتبرش حاجة اساسية في صعود العصارة. ليه؟ لثلاث اسباب. ان الماكسيم بتاعه ما يزيدش عن 2 اتموسفير،
اتنين بعض البلانت زي البينس او الكونيفرس ما عندهاش اساسا روت بريجر. تلاتة ان هي افكتد كويكلي باي اكسترنال فيجرز او اكسترنال فاكتورز such as temperature, pressure, الحاجات دي كلها بتأثر على الروت بريجر اللي عندنا. فاذا اول نظرية نظرية الروت بريجر ما تنفعش تكون اساسية بالنسبة للسند بتاع الساف في الزيلم بريزر. النوع التاني امبيبشن. اتخذنا امبيبشن دي اللي هي التشرب. ودي كنا قايلين ان في بعض المواد زي السيلوز او اللجنين بتساعد في الزيلم بتعمل بايبس روت. حلو جدا. لكن هل هذه النظريه تفسر صعود الساب انسايد زيلم فيزل تو ذا ابر بارت اوف ذا بلانتس؟ اعتقد زي ما نعرف لا، عندها فير ليميتد افكت اون اسنت بتاع الساب. ليه؟ قال لنا هو السيلوز والحاجات دي كلها موجوده فين؟ موجوده على الجدار، جدار اللي هو زيلم فيزل. طب هل انت بالعقل الميه لما تخرج جوه ماسوره او تطلع جوه ماسوره بتاع الميه اللي عندكم في البيت بتطلع في جدار الماسوره ولا في الفراغ بتاع الماسوره؟ اكيد جوه الايه؟ الفراغ. فهو بالظبط كده معظم الميه بتطلع في الفراغ. اذا كان الوول ده بيمتص شويه من الووتر ماشي، بس الكميه دي بتكون ايه؟ ليميتد. مش بينفع نقول عليها انها بتساعد في صعود الايه؟ العصار. عشان كده بيقول لنا بيكوز اكسبيرمنتس بروف ذات الساب اسنت ثرو الكافيتيز بتاع زينفيس نوت ثرو مين الوولز. وبالتالي يبقى ما نقدرش نقول انها حاجه اساسيه لصعود العصار، ولكن ممكن نقول اهميتها في ايه؟ ترانسبورت الووتر الونج سيلز سيل وولز فروم سويل انتل ريتشز مين الوول بتاع الفيزل بس او التراكيز اللي موجوده في الروت. لكن تطلع لفوق لا معلش سوري، هذه النظرية ما تنفعش عندنا. في بالنسبة لك نقل زيلم فيزل وتراكيت من روت فيزل ستيم بعد كده تطلع للايه؟ للليفز. ده بالنسبة لنا بيبقى صعب جدا عملية النقل عن طريق الايه؟ الامبيبيشن. ولكن تعال معايا نتكلم عن نظرية تالتة اسمها نظرية الكابلاري. الكابلاري سيري اللي هي نظريه ايه؟ الخاصه الشعريه. يعني ايه الخاصه الشعريه؟ الخاصه الشعريه دي بيسموها كلمه شعريه انه اقول عليها مجازا اللي هي من شعر. الشعر دي رفيعه جدا. فهنا في عندي حاجه اسمها الكابيلر تيوبس. الكابيلر تيوب اللي هي الانابيب الضيقه قوي. فالانابيب الضيقه جدا اللي هي الكابيلر تيوبس، لو انت جبت انابيب صغيره الديامتر بتاعها صغير جدا هتحطها في وسط السائل هتلاقي الميه تطلع لاعلى. فكل ما الديامتر بتاعك كان صغير كل ما الميه تطلع لاعلى اكتر فيها. It is the rise of water in very narrow tubes. ده كلمه كابيلاريز. وقال لنا زيلم فيزل بتعتبر من الكابيلاري تيوب. ليه؟ لان الديامتر بتاعها من 0.2 ل 0.5 ملي متر. فده طبعا بالنسبة لها حاجة ضيقة جدا وقليلة جدا، فالمية تقدر تصعد فيها إلى مستوى أعلى من السويل اللي هي موجودة فيه. طيب وده بنقول الكابيلر برضو تعتبر من السكند فورس. طب ليه؟ ما هدي موجودة والزيلم فيزل تايني أو كابيلر تيوبس، إيه المشكلة عندك؟ قال لي لا، أصل هو بالنسبة لي الفاينست كابيلاريز اصغر حاجه ما يقدرش الميه تطلع فيها اكتر من 150 سنتي. فال 150 سنتيمتر ده يعني متر ونص، يعني شجيره صغيره. لكن ما ينفعش يعمل فسر صعود العصاره في نباتات كبيره او تريز زي الاشجار العاليه اللي بيصل طولها 30 و40 متر. اذا لابد ان هناك نظريه ثانيه، وهي اخر نظريه اللي هي ترانسبيريشن بول كوهيسيف اند ادهيسيف ثيوري. ودي كان واحد عملها اسمه ديكسون والتاني كان جولي. الاثنين دول عملوا هذه النظريه عشان تفسر الايسنت بتاع الساب انسايد ايه؟ ذا نارو تيوبس. طيب تعالى معايا نتكلم العلماء دول قالوا الفاكتور ده بتعمل بولينج اب لحد 100 متر هايت. يا طيب ناخد حته حته منها. يعني ايه كوهيسيف فورس؟ يعني ايه ادهيسيف فورس؟ يعني ايه ترانسبيريشن بول؟ ما احنا برضو لازم نبقى فاهمين في كوهيسيف او كوهيجن ادهيجن اند ترانسبيريشن. كوهيسيف فورس او كوهيجن
قوه بيسموها ايه؟ التماسك. يعني ايه تماسك؟ يبقى انت عارف حاجه بتمسك حاجه، فدي تعتبر اتراكشن فورس ما بين الووتر موليكول موجوده في الزايلن فيزل او تراكيت. يبقى هنا ما بين ميه ونقطه ميه ونقطه الثانيه دي موجوده عندها ايه؟ عندها كوهيسيف فورس. طب ده بيساعد في حاجه؟ بيساعد ان الميه بتبدا موجوده في عمود متصل كونتينوس كولم انسايد زايلن فيزل. يبقى ده اكسبلين ذا اكزيستنس اوف كونتينوس كولم فوتر جوه الزايلن فيزل. طيب المجموعه الثانيه اسمها الادهيسيف فورس، قوه التلاصق. تلاصق يعني حاجه بتلزمها حاجه. ما في فعلا عندنا قوه ما بين اتراكشن فورس ما بين الووتر كولم اللي موجود عندك وجدار الزايلن فيزل، فدي اسمها ادهيسيف فورس. يبقى اتراكشن بتوين ووتر موليكولز اند الوول اوف زايلن فيزل وتراكيتس. وده بيساعد في حاجه، بيساعد ان يثبت عمود الميه في جدار الوول بتاع مين؟ بتاع الزايلن فيزل اجينست مين؟ اجينست جرافيتي. يعني لو في حاجه هتشد لتحت لا هو يلزق من الجناب مع الوول بتاع الزايلن فيزل. اخر نقطه اللي هي عمليه ترانسبيريشن بول. ترانسبيريشن بول دي اسمها قوه الشد الناتجه عن النتح. والله انا ما فاهم حاجه بالعربي، انت عمال تقول لي قوه الشد الناتجه عن عمليه النتح. ايه النتح اصلا؟ ترانسبيريشن يعني ايه؟ مش هترجمها على طول، انا مش مشتاق. ترانسبيريشن دي احنا بنشبهها بالعرق بتاع الانسان، وده هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في شابتر 4. دي نوع من انواع الاكسكريشن، ان النبات بيبخر الميه اللي عنده على السطح لما يكون تمبريتشر حواليه عاليه، فبيخرج ميه من السيرفيس بتاعته. فبيخرج الميه من السيرفيس بتاع الليف، هيبدا يسحب الميه اللي جوه الزياده او يسحب شويه ميه عشان يرطب حراره الجو اللي حواليه. فلما يسحب من الليف هيبدا يسحب من مين؟ من الزلم اللي جوه الليف. والزلم بتاع الليف هيسحب من مين؟ من الزلم بتاع الستيم. والزلم بتاع الستيم طبعا هيشد من مين؟ من الروت. وبالتالي هو بيساعد في صعود الايه؟ بصعود العصاره داخل الزلم. يبقى ترانسبيريشن بول اللي هي يود ابورد، ات از ذا ابورد اتراكشن اوف ووتر كولم عشان كونتينوس ترانسبيريشن ان ذا ليف. طيب تعال معايا، هل الترانسبيريشن دي مناسب قوي حدوثها في الزايلن فيزل؟ في كونديشنز جوه الزايلن فيزل لازم تكون موجوده علشان تساعد في عمليه الترانسبيريشن والكوهيجن والادهيشن. اول حاجه لازم يكون كابيلر صغير قوي. اتنين لازم الزايلن فيزل تكون عندها ادهيسيف فورس مع الووتر. تلاتة لازم أن تكون التيوبز دي بتكون free of any gas or bubbles prevent breaking of water column موجود عندنا. ما ينفعش يبقى موجود هواء عشان ما يقطعش مين؟ ما يقطعش الووتر كولم الموجودة زي الانفيزل. علشان كده بالنسبة لنا بنقول ان في احيانا سيادتك تروح تشتري نبت نبتة من مشتل معين من نيرسري وتيجي تزرعها في السويل عندك في البلكون في اي حاجه، هتلاقي انها مش هتنمو. طب ليه؟ فلت جرو ليه؟ قال ان الراجل هو قبل ما يديها لك كان سابها معرضه في الصن، فدخل اير بابلز جوه الزايلن فيزل فعمل بريكنج الووتر كولم اللي موجود جوه الزايلن فيزل، وبالتالي النبات هيسحب بس شويه اللي موجودين عنده، وبالتالي هيسيب لك الايه؟ الباقي مش هيقدر يمتص الميه من السويل، وبالتالي هيحصل ايه؟ النبات ده هيجرى ايه؟ هيموت. يبقى إذن because they are exposed to the sun for a long period of times the seedlings lose water by transpiration and not take water from soil so water column in xylem vessel is broken by air bubbles. ده بالنسبة لعملية الابسوربشن اللي بتتم. عندك صورة بتبين عملية ترانسبيريشن بول. هنا ده شكل الليف، في هنا حاجة اسمها الاستوما أو الاستوماتا صغر. الصغر هنا في حاجة اسمها الاير شامبرز موجودة عندك. ده السيلز أو التيشوز اللي موجودة قريبة من السوماتا، كنا قايلين السبونج مثلا. لما بيحصل التمبريتشر بتزيد الصغر هنا بيفتح بيبخر المية الموجودة في الاير شامبرز. الاير شامبرز بتقل عنده المية الموجودة نتيجة عملية الايفابوريشن، وبالتالي هتسحب ميه من نيبرنج سيلز طبعا عن طريق الاسموزس، لان تركيز السيل
هنا بتاع الميه، كميه الميه اكتر من اللي موجوده في الاير تشامبر دلوقتي، فهتقل الميه في السيلز دي، هتبدا تسحب من الزيلم اللي هو في الليف. الزيلم اللي في الليف ده هيسحب ميه من مين؟ من الستيم الموجوده، وبالتالي هيسحب ايضا من الزيلم بتاع الروت، وبالتالي هيسحب من الروت هير اللي بتسحب من مين؟ من الصيب. يبقى اذا ترانسبيريشن كوز water concentration في الاير تشامبرز decrease evaporation from cells supporting the air chambers بيزود الووتر كونتنت في السيل، فالووتر كونتنت الموجوده في السيل بتقل، والسولتس انكريز هتعمل ديفيوجن وبريجر اجينست مين؟ اجينست جراديانت. ده بالنسبه لعمليه الليسنت. طبعا الفورس دي هتشد الميه من مين؟ من السراوندنج سيلز، هتسحب ميه ابورد ثرو طبعا الزيلم فينز وفينيولز والميدريب لحد ما تسحب من الروت. كده عندنا ازاي تم عمليه الابزوربشن بتاعه الووتر او الاس بتاع الساب عن طريق مين؟ اللي هي السير المهمه اللي احنا اخذناها. باقي عندنا جزء واحد بس في الترانسبيريشن، سوري الترانسبورتيشن في النبات، اللي هو عمليه ازاي بيتم عمليه البرودكت بتاعه الفوتوسينس عن طريق الفلوين. في مجموعه من العلماء لازم تخلي بالك منهم، رابيدن وبور. رابيدن وبور ده عملوا تجربه استخدموا كربون دايوكسيد يحتوي على راديو اكتيف كربون عشان يعمل فوتوسينس، وبالتالي يبقى البرودكت بتاعته فيها راديو اكتيف كربون. لما اكتشفوا بعد كده تتبعوا الكربون او الكربوهيدريتس بيمشي ازاي، لاحظوا ان الكربوهيدريتس اللي عندنا بتتحرك ابورد داونورد، تعرفوا ان هو ده الاتجاه الاساسي. جه واحد اسمه ميتلر، وانا بقول عليه هتلر، استخدم حاجه اسمها حشره المن الافيد انسيس، والراجل ده لقيها عماله بتغرس بقها جوه الاستيم وتسحب ميه، فراح قطع رقبته سيبريت الهيد بتاعتها من الايه؟ من النك من البادي، وبدا يجمع الايه؟ الماده اللي عندنا اللي بتشربها. فبدا يعمل كيميكال اناليس ليها، لاحظ ان هي عباره عن جلوكوز وعباره عن امينو اسيدز. قال لما بدا يكتشف هي غرزه الماوس بارتس بتاعتها فين؟ قال لي ان هي انسيرتد انسايد ذا سيف تيوبس، وبالتالي عرف ان هي بتشرب او بتاخد جلوكوز وامينو اسيد. مين اللي بينقلهم؟ بينقلهم اللي هو الفلويم او السيف تيوبس. جه واحد اسمه ساين وكان، الاثنين دول عملوا نظريه بتفسر ازاي بيتم عمليه النقل، قال عن طريق اللي هو السيف تيوبس، والكلام ده عن طريق حاجه السيتوبلازميك ستريمينج اللي هو حركه السيتوبلازم. وقال لنا كمان ان بروف ذات اورجانيك سبستانس ترانسبورت ثرو سيتوبلازميك ستراندز اللي بتمتد من السيف تيوب لحد ما تروح للسيف تيوب الايه؟ الثانيه، ودي اساسيه بالنسبه لنا. ولكن قال حركه السيتوبلازم تتاثر بوجود الاكسجين، بوجود الانرجي، لازم تاخد الاي تي بي من الميتوكوندريا موجوده في الكومبانيون سيل. يبقى اذا ده كل الكلام، سيتوبلازم ستريمينج، حركه السيتوبلازم من السيل الثانيه من السيف تيوب للسيف تيوب الثانيه عشان تاخد اللي هي الماده اللي عندنا زي ما احنا متفقين. ودي مهمة جدا، تاخد انرجي من الكومبانيون سيل الموجودة فين؟ موجودة بجوار adjacent to the sieve tubes. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، ومع transport in human، والدرس إن شاء الله هيعجبكم كتير جدا لأنه مهم، وإن شاء الله تتمتعوا بيه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.